اسم كلمة المرحوم. وديك شفت اللي عمله في عم سعيد وولاده. عايز يجرى اللي جرى له. قولي لي اعمل ايه؟ شوري عليا عليا. قولي لي اعمل ايه؟ زكي الطيب وجوزها. يبقى البركه حلال عليك. استنى بس بالهداوه عشان اخوها الننوس يتعظ ويسيب لنا الشقه. بالهداوه نونو نونو. هلا ادينا احنا بقى يا ست وصلنا عند ابوك. الله الله الله. يا انت مش تفتح. معلش حقك عليا. احنا مش هنبطل كلمه معلش دي اللي هتودينا في داهيه. الراجل بيكلمك بادب مش ترد عليه بادب. طب وانت مالك؟ ايش حشرك انت؟ صعب عليا. لقيت رجليه مش شايلاه. قلت امرقه مني اوصلها لكم. انتوا ايه؟ قلبكوا حجر؟ انا مش خارجه من بيتي حتى لو دفنتوني فيه، واعلى ما بخيلكوا ركبوه. الخيل كتير. وركوبه مفيش اسهل منه. صباح الخير. على فكره، ما تنسيش تفكري المحروس جوزك بميعادنا. دعوة بيا. مدياني ظهرك ليه؟ عشان مش عايزة ابص في وشك. وهون عليكي؟
إذا كانت هانت عليك نفسك مش هتهون عليا؟ ده بس من ورا قلبك. شيل إيدك ما تلمسنيش. في إيدي إيه أعمله وما عملتوش؟ تقول لأ ولو مرة واحدة في حياتك. وإحنا مالنا كده بس؟ إحنا عايشين في حالنا كافيين خيرنا شرنا. أنت هتجنني؟ طب لو سيبنا الشقة هنروح فين؟ ما تقلقيش، إن شاء الله بإذن الله هلاقي حل. يا راجل يا راجل، دي حتى القطة ليها ضوافر وساعات بتخربش. هو الراجل ما يبقاش راجل إلا إذا اتخانق ودبح. إحنا دنيتنا كده، يا قاتل يا مقتول، وأنت الظاهر عليك عايز تفضل مقتول. تصبح على خير. واحد واحد يا أخويا منك له، خلصونا. خلصنا، أنت كمان عاوز إيه؟ شقة من شقق المحافظة. طب إيه اللي باعه؟ لو سمحت ستر، عايز كشري. عاوز اسال حضرتك سؤال. لا مؤاخذه بس، مفيش لا مؤاخذه. مؤاخذه ايه؟ استحمل بعض ثانيه واحده. ما تعملش حاجه والله، هسال سؤال واحد. انت يا اخينا. نعم. وبعدين؟ حاضر. عدم مؤاخذه، هتلزع عليك واسالك سؤال بسيط يعني. اللهم طولك يا روح، اسال اخويا. هعرف الرد امتى؟ ربنا يدينا ويديلك طول العمر. اولا طلبك هيخش لجنه اللي هتحوله على اخصائي اجتماعي عشان يدرس الحال، وبعد كده اخش لجنه ثانيه علشان تقرر اذا كنت تستحق شقه ولا لا، وبعد كده اذا وافقت هيحطوك في قائمة الانتظار. يعني بعد قد ايه كده بإذن الله؟ ما تقلقش، مش قبل 20 سنة، اللي بعده. عاوز ايه؟ انا عاوز تربة. طيب مع السلامة. تركب اتوبيس؟ نعم يا اخويا. بتتريق؟ لا والله، اصل انا بشتغل محصل فرقه النقل العام. سلام هيديا. هيديا كريمه. حضرتك ازيك يا محمد الطيب؟ حضرتك محصل فرقه النقل العام. ايوه يا فندم. الوحش اقبض عليه، اقبض عليه، اوعى يفلت من ايدك. اقبض عليه. انا عملت ايه يا فندم؟ هو في ايه؟ ادخل.